بعد مباراة ليست هي الأفضل مما شاهده الجمهور هذا الموسم، توج تشيلسي بأول نهائي لكأس إنجلترا يقام على ويمبلي الجديد. تشيلسي ومانشستر يونايتد دخل أرضية الملعب وهمهما الأول والأخير هو أن تبقى شباكهما نظيفة، ولذلك شهدت هذه المواجهة معركة حقيقية للسيطرة على وسط الميدان. وفي ظل تعزيز الحصون الدفاعية قضى وين روني الشوط الأول يعاني العزلة، ومن الجهة المقابلة أدرك دروغبا مبكرا أن التسجيل من داخل مناطق الجزاء ليس سهلا، وكان يجب انتظار عودة اللاعبين من غرف الاستراحة لنشاهد روني يخفق أمام بيتر تشيك ثم يجرب حركة مارادونية لم يكتب لها النجاح. دروغبا بدوره جرب وسائل أخرى لكن دقة تسديداته لم تكن في الموعد. الحكم بعدما شاهد بيتر تشيك ينتصر مجددا أمام وين روني دعا الجميع إلى شوطين إضافيين. جيجز الطامع في كأس خامسة تدخله موسوعة جينيس للأرقام القياسية حاول أن يسجل بأي طريقة، لكن طاقم التحكيم قال إن الكرة لم تتجاوز خط المرمى. ورد دروغبا على محاولات شياطين الحمر برأسية ليس من عاداته ألا يضعها في المرمى قبل أن يخطف هدفا بمليون جنيه اختتم به أفضل مواسمه على الإطلاق منذ احترافه كرة القدم.